واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات جديدة لتخليه عن ارتداء كماماته لدى عودته إلى البيت الأبيض. وفي الوقت ذاته حث ترامب الأمريكيين على عدم الخوف من مرض كوفيد-19 والذي فتك بأكثر من 209 ألاف أمريكي وتسبب في دخوله هو شخصيا المستشفى. كان ترامب قد وصل إلى البيت الأبيض وناقلت شاشات التلفزيون نزوله من طائرته الهليكوبتر واضعا كمامة بيضاء قبل أن ينزعها ويقف للتصوير ويؤدي التحية العسكرية ويلوح بيده. عبر سكايب من نيوجيرسي الدكتور جابرييل سوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي. أهلا بك دكتور جابرييل. مرحبا. مرحبا بك. إذن خرج الرئيس الأمريكي ترامب من المستشفى التي عولج فيها على مدار 4 أيام نتيجة طبعا إصابته بفيروس كورونا. أولا لو تطلعنا على الحالة الصحية له الآن. الوضع الصحي للرئيس جيد جدا، وعندما قرر الأطباء بأنه بإمكانه أن يغادر المستشفى قالوا ذلك بناء على المسائل الطبية التي وجدوا بأن الرئيس في صحة جيدة، وهو بالفعل في صحة جيدة كما شاهدناه نهار أمس. نعم، هل عاد إلى ممارسة أعماله؟ ممكن يعني الرئيس كما تعلم في هذا المرض عليه أن يبقى بحدود 14 يوم في انعزال. قد يذهب إلى البيت إلى المكتب البيضوي، ولكن لا أعتقد بأنه سوف يلتقي بالمستشارين والمسؤولين في البيت الأبيض. نعم، طيب يعني رغم إصابة الرئيس الأمريكي بكورونا إلا أنه فور خروجه من المستشفى دعا الأمريكيين في رسالة مصورة إلى عدم الخوف من كوفيد-19، كيف تقرأ ذلك؟ ما هي الرسائل التي يريد توصيلها الرئيس الأمريكي؟ الرسالة التي صرح بها الرئيس هي لجعل الأمريكيين متفائلين فيما يحصل بمسألة كورونا. الحزب الديمقراطي يريد إغلاق كافة المؤسسات التربوية الاجتماعية الاقتصادية في البلد، والرئيس يريد أن يفتح الاقتصاد الأمريكي. لذلك كان لابد له من الإشارة إلى أن يكون الجميع متفائل بالنسبة لهذا الموضوع، لأنه يعني هذا مرض وباء خبيث لا شك فيه، ولكن علينا في الوقت الحاضر أن نهتم بالاقتصاد الوطني. نعم. وبفتح الاقتصاد مؤسسات الاقتصادية التجارية في الولايات المتحدة. نعم، ولكن يعني بدا الامر وكانه يعني يقول للامريكيين لا تخافوا من المرض، يعني البعض اعتبر ذلك تخفيف من الاجراءات الاحترازيه. نعلم ان الولايات المتحده بها عدد كبير جدا من الاصابات. اذا نظرنا الى الاحصائيات الموجوده متوفره لدينا في الوقت الحاضر، هناك حوالي 2.8% من الذين أصيبوا بهذا المرض توفوا، يعني وهذا عدد يعني لا شك به إنه كبير. ولكن إذا قارنا ذلك بما حصل بفرنسا مثلا 13%، ببريطانيا 15%، في ألمانيا 3.2%، في إيطاليا 11%، إسبانيا نفس الشيء. لذلك ما يريد الرئيس أن يقوله للشعب الأمريكي أنه نحن اليوم وجدنا حلولاً لهذا المرض، وأكبر بروف يعني برهان على ذلك أن الرئيس أمضى 72 ساعة بالمستشفى بعدما أن شخص في هذا المرض، وذلك لأن المعالجات الأمريكية العلاج الطبي الأمريكي يعمل جيداً، وإن شاء الله قريبا هذه الأدوية سوف تكون متوفرة في السوق ليس فقط للأمريكان، ولكن نعم نشير بأن اللقاح سوف يكون متوفرا في القريب العاجل. طيب ماذا عن الحملة الانتخابية دكتور جابرييل؟ يعني هل هناك نشاطات قادمة للرئيس الأمريكي فيما يخص حملته الانتخابية أم يؤجل هذا لبعض الوقت؟ نو أعتقد إذا صحت الرئيس بقيت كما هي في الوقت الحاضر جيدة، بإمكانه أن يقوم بالمناظرة
مع جو بايدن، هناك مناظرتين، واحدة في 15 من هذا الشهر، وكذلك هناك نائب الرئيس هذا الأسبوع سوف يناظر كاميلا هاريس. نشاط الرئيس سوف يكون كالمعتاد، ومن هلا إلى 15 الشهر لدى الرئيس الوقت كافي للتحضير للمناظرة مع جو بايدن، وأيضا لديه نفس الوقت لتبيان حالته الصحية، يعني الأمر سيتحدد يوما بيوم. صح، بحسب ما يقوله الأطباء له يبدو بأنه اليوم يسير في وضع جيد جدا، وإذا بقي الوضع كما هو الحال فإنه سوف يتابع أعماله كرئيس للولايات المتحدة. طيب دكتور، يعني ما هي الظروف التي يمكن أن تقود إلى تأجيل الانتخابات، أم هذا أمر غير وارد؟ تأجيل الانتخابات أمر غير وارد، يقتضي قانون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهذا لا أعتقد بأنه ضروري في الوقت الحاضر. لا يوجد ضرورة لإلغاء الانتخابات أو لتأجيل الانتخابات. الانتخابات سوف تتم بموعدها في 3 نوفمبر، ولدينا مهلة حوالي 28 يوم. نعم. أعتقد هي كافية يعني ليكون الرئيس مستعدا لإدارة حملته الانتخابية وللفوز بالانتخابات. شكرا لك دكتور جابرييل سوما، عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي.